ازول في اللون انتي ستمانو ماني كنت كنت بزران تكون شي بخير كل ما نحت اللام تقول سنت ما زرت ولا برانس راه انت تيني حتن ميرت النون ترى كنت ارسلون تسمى مرحبا بهرة بهرة حلقة ناتينو مرحبا بكم غصة ان شاء الله راه ديدن تشارك حال بعد نتغاسيوين اللي ديوي حمس دزنيت المشترياتي غنشارك معكم اليوم البنات المشترياتي اللي شريت من مدينة تيزنيت. تحية للناس ديال تيزنيت وبنات ديال تيزنيت والنواحي ديال تيزنيت، تحية كبيرة بزاف ليهم، كنشكرهم بزاف على مشاركتكم في القناة وعلى مشاهدتكم للقناة. البنات اللي مازال ما مشاركينش كنقول لكم مرحبا بكم في القناة ديالي، كنتمنى ان القناة ديالي يعجبكم ان شاء الله. غادي نشارك معكم المشتريات ديالي كما قلت لكم اللي جبت في مدينة تيزنيت. كما كتشوفوا معايا جبت جوج طواجنات، جبت طواجين كبير هو هذا، غادي نوريه لكم كما كتشوفوا معايا مغبرين شويه ولكن ماشي مشكل، هذا زوين ما شاء الله الحمد لله موجود الخير عند موالينا الفخار، عندهم طويجنات عندهم طنجيات عندهم مكسريات ديال الكسكسو عندهم كل شيء والأثمنة مناسبة. وشريت هاد النجرة هادي ديال الكسكسو هي زوينة من إينوكس ثقيلة كتشوفو معايا هنا بحال تشوفوها مزيان نخرجها في الكرتونة باش تشوفوها مزيان، غادي نزول عليها الكرتونة هادشي باش تبان لكم مزيان. صراحة زوينة ديال إينوكس ثقيلة من النوع الجيد كما كتشوفوا معايا، غادي نزولها من هنا غنوري لكم الطواجين الصغير هو هذا والطواجين الكبير حتى هو، هذا هما المشتريات اللي جبت وجبت معايا مشتريات اخرين نشاركهم معكم. الصراحه الاثمنه زوينه زعما الاثمنه سيبا موجود الخير الحمد لله. شريت هادو حتى هما غادي نشاركهم معكم، نحيد لهم هاد الخميشة هادي دايرين لهم هاد الجورنال دايرين لهم هاد الخميشة باش ما يتهرسوش كما كتعرفوا مع الطريق. غنحيد هادشي كلشي باش نوريهم لكم، نوري لكم حاجة بحاجة. شريت هاد الكيسان شريت منهم ثلاثة وهاد الكيسان تا هما زوينين غنوري لكم هاد التبصيل هو الاول كبير، انا ديما عزيز عليا هاد النوع من المعينات الابيض
شوف زويونين اللي حطينا فيهم كيبان، مثلا الشلاضة ولا اللي حطينا فيهم كيبان زوين. هادو حتى هما عزيز عليا بزاف هادشي لي صغيور، شكون فيكم البنات بحالي؟ نسري بزاف هاد النوع من هاد المينات اللي كتشوفو معايا، مزوقين زويونين ان شاء الله. فيهم الشكيلات بزاف متنوعين كما كتشوفوا معايا، هذه دايره بحال الورده. نوري لكم في الفيديو السابق اللي المعينات اللي شريت في سوق الاحد، هذا مختلفين عليهم. فيهم الشكيلات زويونين، هذه حتى هي بحال إذا بغينا نحطو هكا نعمرها بالروز ونحطها هكا يافا ميسلات ولا الشلاضة. واخا مغبرين شوية ولكن ماشي مشكل. شتو إلا عمرناها بالروز بحال هكايا وحطيناها تجي زوينة، كتعطي الشكل زوين بيصير. وهادو حتى هما ديال القهوة، عجبني الشكل ديالهم واللوينات. نقطع هاد السكوتش باش نجمعهم داك السيد باش ما يتهرسوش. الصراحة هاد الطريقة زوينة، نحاول نحيدو كله. مغاديش تحيد ليا بيد وحدة كما كنقولوا، يد واحدة ما كتصفقش، ضروري نحبس صغير حتى ما تصفقش كله باش يبانو ليكم مزيان. هما بعد ما حيت ليهم سكوتش زويونين، فيهم اللوينات زوينين، فيهم هاد الزواق ديال القهوة، عجبوني بزاف هاد الكويسان كما كتشوفوا معايا، غزالين بزاف اللوينات، ولكن انا خديت هادو عجبوني. حتى هو كما كتشوفوا معايا زوينين ما شاء الله. يجيو زوينين خصوصا الا علقناهم بحال هكا، ما حطيناهم هكايا، اللوينات ديالهم زالين ما شاء الله. دايرين 5 دراهم الواحد، ثمن زوين. وهاد الطاسه 3 دراهم، تبصيل 10 دراهم، الاثمنة زوينة. هادي حتى هي هاد العويده هادي بغيت نشاركها معكم، زوينه يلا ها ولات، يلا خرجت جديده عاوتاني. هادي العود ديري ليها هاد الطيبه هادي فاش تعلقوها، الا بغيتو تعلقوها زوينه. كنعصرو بها مثلا حامض، شدي حامضه في يديك وتعصريه، ولا تخلطي بها مثلا ديال العسل ولا زوينه. شتو مناسبه بزاف للحامض، كيما ملفين كناخذو الحامضه كنعصروها بيدينا هكايا غير بيدينا، هاد
اللعيبه هذه زوينه سهله، يعجبني انا هذا الشيء ديال العود بزاف خاص في المطبخ. كما كتشوفوا معايا درت شريت هادو وريت لكم في الفيديو السابق في سوق الاحد، الشكل ديالهم زوين ما شاء الله. درت فيهم هذا التشكيل الجديد رائع. تحيه كبيره للناس اللي كيوجدوا هذا الشيء ديال الخشب وكيوجدوا هاد اللعيبات هادو، تحيه كبيره لهم، الله يوفق الجميع. وهنايا حطيت هذه حتى هي، درت فيها هادو ديال الحلوى ديال اللاك، حطيت فيها هاد اللاك. يعجبني بزاف هادشي ديال الخشب، شكون فيكم البنات بحالي ردوا عليا في التعليق. شكرا لكم على التعليق الرائعة ديالكم اللي كتفرحني بها دائما. نتمنى هاد الفيديو يعجبكم، ولا عجبكم ما تنساونيش بلايك، والى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله.